السلام عليكم ورحمة الله. خطر في ذهني سؤال: هل يؤجر العبد على التدبر والتفكر والتبصر في آيات الله الكونية كما يؤجر على قيام الليل؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الإمام السعدي رحمه الله: التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين. ثم تأملت في كتاب الله فوجدت تلك الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض في ارتفاعها واتساعها على غير مثال سابق، وما فيهما من كواكب وبحار وزروع وأشجار ومخلوقات لا يمكن حصرها، واختلاف الليل والنهار طولا وقصرا في فصول السنة الأربعة، فيطول النهار في فصل الصيف ويطول الليل في فصل الشتاء، وما يترتب على ذلك في حياتنا لآيات عجيبة ودلائل عظيمة وبراهين كثيرة لا يمكن حصرها. وآيات جمع آية، وهي الدليل الواضح الذي لا يحتمل الشك على وجود الله وقدرته. والآية إما أن تكون كلامية كالقرآن الكريم أو كونية، ولا ينتفع من تلك الآيات إلا أولو الألباب. ومن هم أولو الألباب؟ إنهم أصحاب العقول السليمة والمستنيرة، أما غيرهم فهم صم بكم لا يعقلون. ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعي رحمه الله وطلبوا منه أن يذكر لهم دليلا على وجود الله عز وجل، ففكر لحظة ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت. فتعجب الناس من هذه الإجابة وتساءلوا: كيف تكون ورقة التوت دليلا على وجود الله؟ فقال الإمام الشافعي: ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي أخرج المسك ذو الرائحة الطيبة. فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ إنه الله سبحانه وتعالى خالق الكون العظيم. وذات مرة أراد معلم ملحد أن يحرج تلميذا فقال له: هل رأيت ربك؟ فأجاب التلميذ: لا. فقال المعلم الملحد: إذا ربك غير موجود. فصارع التلميذ وسأله: هل رأيت عقلك؟ فأجاب الملحد: لا. فقال التلميذ: إذا عقلك غير موجود. وسئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ فأجاب: البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ أردت من تلك الأمثلة الثلاث أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية، أن أولي الألباب من جميع الطوائف والمستويات، وأن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وإن كانوا من العلماء. وصدق الشاعر حين قال: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار